مرحبا ديال السكينه في المنطقه ديالك. مرحبا سي. شكرا سي عبد النبي. شكرا شكرا سي عبد النبي. ما جايش باش نهضر لكم على المعاناه ديال الجهه الشرقيه، لان اهل مكه ادرى بشعابها، وقلنا انذاك بان الحكومه ديال بلادنا ان غادي تشوف لهاد الناس ماشي بنفس النظره اللي كتشوف ليها المغاربه الاخرين، لان انتم صابرين جوج مرات. الا كنا احنا صابرين مره واحده، انتم صابرين جوج، صابرين على اللي كتعيشوه. اليوم ماشي ناس باغين عندنا، حتى عند اخواننا في الجزائر حتى هما بقاو بلا حياه، بقاو بلا معيشه، لان الدوله ديالهم قرات باش تشد الحدود في وجه المغاربه. خوتي الى كذب قولوا لي كذبتي. واش ما شحال من معمل تزاد فات خمس سنين في الجهه؟ صيفا ما شحال من مستشفى تزادت في خمس سنين في هذه الجهه؟ ما شحال من جامعات تبنات في هذه الجهه؟ سيروا سولوهم ما شحال من مره ركبوا في الكار ولا ركبوا في التران من نهار اللي طلعوا للحكومه. ما نقول لكمش ما شحال من مره مشاو على رجليهم، لان يوميا كيديروا الرياضه باش كينقصوا من الكوليسترول، لان كتعرفوا باش كيجي الكوليسترول بالكروفيت رويال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. ديما باش نشجعوا المغرب نتاعنا، ديما يبقى واقف وديما يبقى لقدام، وتحيا المغرب والجهه الشرقيه من طنجة حتى للقويره. انا عندي دويره ما فيها ما يصلح، دائما يخرجوا لنا 200000 40000 60000 والممالح، والله ما نشربوها. هذه الوعود وعدونا بها، قالوا لنا إذا طلعنا البرلمان نحقوا لكم هذه الأهداف وزيدوا الحدود تحل، قالوا لنا الحدود تحل والبطالة والشغل والبنية التحتية ديال الطرقات. أنا نطلب من هاد الناس هادو أول حاجة وآخر حاجة كنتمناها في حياتي أن يديروا حقوق المعاق. هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى، والله يوفق.